بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 23 من سلسلة دروس كتاب الآثار للإمام الحافظ المجتهد أبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: باب من كتب بطلاق امرأته. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى، أو قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا كتب إليها، كتب إلى زوجته بطلاقها وهو ينوي الطلاق، فهي طالق حين كتبه. وقال محمد: إن كان كتب إليها: إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق، يعني أول شيء كتب في الكتاب أنت طالق، أما بعد فأنت طالق، بمجرد ما كتب هذه الكلمة وقع الطلاق. الآن الإمام محمد وافق على هذا الكلام، ولكن أضاف شيئا آخر فقال: إذا كتب إليها، كتاب رسالة، إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق، لم تطلق حتى يأتيها الكتاب، حتى يصل الكتاب إليها. وإن كان كتب أما بعد فأنت طالق، فهي طالق حين كتب، وهو قول سيد أبي حنيفة. قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة رضي الله عنه عن حماد عن إبراهيم: في الرجل يكتب إلى امرأته: إذا جاءك كتاب هذا فأنت طالق. قال: فإن أتاها الكتاب فهي طالق يوم يأتيها، وإن ضاع الكتاب أو محي فليس بشيء، يعني لا تطلق، لا يقع الطلاق. وإن كتب أما بعد فأنت طالق، فإن الطلاق يوم كتب. انتبهوا أحبابنا إلى هذا الكلام الذي سأذكره الآن، فإنه كلام هام مفيد يحصل كثيرا ونسأل عنه. إنسان كتب لزوجته بالواتس: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بالواتس كتب لها ذلك. كتب لها على الفيسبوك رسالة: أنت طالق، لزوجته. ما الحكم؟ يقع الطلاق أم لا يقع الطلاق؟ انتبه لما سأقوله لك ملخصا ومختصرا. نقول: الكتابة كما قال الفقهاء، هذا ليس كلامي، هذا كلام أئمتنا، الكتابة نوعان: مرسومة وغير مرسومة. مرسومة وغير ماذا يعني مرسومة وغير مرسومة؟ المرسومة هي أن تكتب معنونة، كما لو أنني كتبت أكتب رسالة إلى شخص غائب. ما كيف أكتبها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه كتابة مرسومة معنونة، فإذا كتب رسالة على هذا الشكل، كتابة مرسومة معنونة بهذا الشكل، هذه تسمى كتابة مرسومة، واضح؟ غير مرسومة: كتبت إلى صديقي بدون السلام عليكم وبدون أما بعد وبدون الحمد لله: يا أحمد، أرسل إلي كذا وكذا. هذه تسمى رسالة غير مرسومة، غير مرسومة، غير مصدرة، وليس لها عنوان، وليس لها عنوان. إذن الكتابة إما مرسومة أو غير مرسومة، فهمنا الآن الفرق بينهما. الآن الكتابة غير المرسومة هي كذلك نوعان، غير المرسومة نوعان: كتابة مستبينة وكتابة غير مستبينة. غير المستبينة هو ما تكتبه على الهواء. طبعا هذا الكلام كله أحبابنا، أنت تكتب دون أن
تجري الكلام على لسانك وتسمعه، أما لو أجراه على لسانه ولم يسمعه كأنه لم يجره على لسانه، يعني يكتب دون أن يتكلم أو تكلم دون أن يسمع. أما لو كتب وتكلم يقع بالكلام، يقع الطلاق بالكلام بمجرد ما نطق به. فالآن الكتابة غير المستبينة، كتب على الهواء ليخاطب زوجته وهي تراه من بعيد مثلا، تراه من بعيد وأرسل لها مقطع فيديو، لاحظ كتب هكذا، أرسل لها مقطع فيديو وقد كتب على الهواء أنت طالق، أو كتب على الماء أنت طالق، هذه كتابة غير مستبينة، هذه لا يقع بها الطلاق وإن نواه، لا يقع الطلاق به وإن نواه، هذه غير مستبينة، غير المرسومة غير المستبينة. الآن عندنا غير المرسومة المستبينة، غير المرسومة المستبينة. أمسك الجوال في انزعاج وغضب بينه وبين زوجته، فكتب لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وأرسلها لها. كتب على ورقة أنت طالق أنت طالق أنت طالق دون أن يتكلم، صورها على مقطع فيديو وأرسلها لزوجته. نقول له هذه كتابة مستبينة غير مرسومة، فإن نوى فيها الطلاق، إن نوى فيها الطلاق وقع الطلاق، أما إن لم ينوي الطلاق لا يقع طلاقا. فهذه كالطلاق الكنائي، كطلاق الكنائي. إذا ما يرسله الزوج الغضبان أو الغير غضبان عبر الواتس أو غيره من كتابة عادية أنت طالق هكذا، إن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينوي فلا يكون طلاقا. هذه تسمى كتابة غير مرسومة مستبينة. أما الكتابة المرسومة المصدرة بعنوان ومقدمة كما أرسل الكتاب لشخص غائب، الكتابة المرسومة يعني كتب كما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد فأنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقعت ثلاث طلقات وإن لم ينوي الطلاق، تقع ثلاث طلقات ثلاث وإن، لاحظها، وإن لم ينوي الطلاق. إذن الكتابة المرسومة المرسومة المستبينة المرسومة المستبينة هذه بمثابة الطلاق الصريح، لا يصدق كاتبها قضاء، لا يصدق كاتبها قضاء. واضح أحبابنا؟ هذا الكلام جدا هام وجدا ضروري، لذلك راجعوه تحتاجون إليه. نعم تفضل يا أخي. المرسوم لابد أن يكتب اسمه يعني من فلان إلى فلانة؟ لا لا، هلا حسب ما تجري العادة، يعني حسب ما تجري العادة. يعني أنت إذا أردت أن ترسل رسالة إلى فلان كي تبدأ بتحيته ثم تخبره، يعني كلها مقدمة، هناك مقدمة. فإذا كانت مرسومة يعني فيها هذه المقدمة المعتادة فكتبها ونوى الطلاق بها، عفوا لم ينوي الطلاق يقع الطلاق. أما مولانا غير مرسومة ومستبينة فيه رجعي طلاق رجعي صحيح؟ طيب كله طلاق رجعي هذا. نعم هذا كله رجعي هذا. أنا قلت لك كالكناية يعني يقع بالنية قصدي، لكن كله رجعي، كله يقع طلاق رجعي هذا. سيدي. نعم يا أبا محمود. إذا كتب في الواتس في بالمقدمة ثم يعني كتب أنها طالق، نفس هاي كتابة مرسومة، يعني كتب لها السلام عليكم أما بعد يا زوجتي فلانة بنت فلان أنت كذا كذا كذا، هذه كتابة مرسومة فيقع الطلاق. أكرم. يشترط أن تكون في الورق يعني؟ لا يشترط، لا على الواتس كتابة مرسومة، على الواتس كتابة مستبينة، عفوا كتابة مستبينة.
تفضل يا أبا خديجة أظن. نعم يا عبد الله تفضل. نعم مولانا أبا خديجة. كما كذلك أنت أبا خديجة؟ نعم مولانا. يعني عند اثنان أبا خديجة؟ نعم ما شاء الله. لابد أن يأتي ثالث حتى نحصل على كنز. نعم يا أبا خديجة تفضل. يعني لو جرت عادة يعني السلام يعد من المقدمة لكن لا يقول عما بعد، يعني مباشرة يدخل في الموضوع. يعني أنتم في عرسكم، أنتم في عرفكم مثلا، أنا أردت أن أرسل رسالة إلى شخص، كيف أرسلها له؟ بالسلام ومباشرة ندخل يعني في هذه مرسومة. يعني أنت أردت أن ترسل رسالة إلى صديقك الغائب، تكتب له السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك يا فلان؟ أريد منك أن تفعل كذا وكذا. نعم مولانا. هكذا العرف عندكم، هذه مرسومة. شكرا مولانا. باب طلاق المبرسم والنشوان والنائم. قال محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال ليس طلاق المبرسم، المبرسم هو البرسمة، صح التعبير، هي مرض علة كالجنون، كالجنون تماما. قال ليس طلاق المبرسم بشيء حتى يفيق، أفاق يفيق. قال محمد وبه نأخذ إذا كان لا يعقل، يعني إذا كانت الحالة وصلت فيه إلى حالة فقدان العقل، وهو قول أبي حنيفة. قال محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال طلاق النشوان جائز. النشوان هو السكران الذي ظهر انتشاؤه بالسكر بالسكر وغاب عقله، هذا يقع طلاقه. قال محمد أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا الهيثم عن الشعبي عن شريح قال طلاق السكران جائز، يعني واقع، جائز يعني واقع. قال محمد به كله نأخذ، وهو قول سيد أبي حنيفة. قال محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال ليس طلاق النائم بشيء، إنسان في نومه رأى فنام يتشاجر مع زوجته فقال لها وهو نائم، نائم يعني لا يعقل، نائم، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، واستيقظت زوجته وهو يقول لها أنت طالق أنت، لا يقع شيء. قال محمد وبه نأخذ، وهو قول سيدي أبي حنيفة. قال محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في السكران عتقه واقع، وطلاقه واقع، وبيقه وبيعه جائز، كل هذا واقع، جائز هنا بمعنى واقع. قال محمد بهذا كله نأخذ، وهو قول سيد أبي حنيفة رضي الله عنه. باب من أجبره السلطان على طلاق أو عتاق. قال محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يجبره السلطان على الطلاق أو العتاق فيطلق أو يعتق وهو كاره، قال هو جائز عليه ولو شاء الله لابتلاه بما هو أشد من ذلك، وقال يقع كيفما كان. قال محمد بهذا كله نأخذ، وهو قول سيد أبي حنيفة. باب ما يكره من الطلاق. قال محمد أخبرنا أبو حنيفة رضي الله عنه عن حماد عن إبراهيم في قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا، قال يبين الآن كيف الإمساك ضرارا. قال يطلق الرجل تطليقة ثم يدعها حتى إذا حاضت ثلاث حيض قبل أن تفرغ من الثالثة، قبل انتهاء الحيض الثالثة بيوم أو اثنين، يقول لها قد راجعتك، ثم يفعل مثل ذلك بها، يطلقها حتى يحبسها تسع حيض قبل أن تحل للرجال، فهذا الضرار. قال محمد لسنا نرى له أن يصنع هذا وأن يطبل عليها العدة، هذا لا يجوز، هذا مكروه تحريما أن يفعله. قال محمد أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا حماد عن إبراهيم قال ليس شيء مما أحل الله أبغض
إلى الله من الطلاق، فالطلاق من الحلال الذي لا يحبه الله. باب من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق. قال محمد أخبرنا أبو حنيفة عن محمد بن قيس عن إبراهيم وعامر عن الأسود بن يزيد أنه قال لامرأة ذكرت له إن تزوجتها فهي طالق، فلم يرى الأسود ذلك شيئا، قال هذا الكلام لا قيمة له، وسأل أهل الحجاز فلم يروا ذلك شيئا، فتزوجها ودخل بها، فذكر ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأمره أن يخبرها أنها أملك بنفسها، يعني أنها غير أن الزواج غير صحيح، أنها مطلقة، أنها مطلقة. وهذا مذهبنا، أظن مذهب الشافعية لا يقع الطلاق، مذهب الشافعية فيما أذكر لا يقع الطلاق. قال محمد بقول ابن مسعود نأخذ ونرى لها صداقا، نصف الصداق الذي تزوجها عليه، وصداق مثلها بدخوله بها، وهو قول سيد أبي حنيفة. باب اليهودي والنصراني والمجوسي يطلقون نساءهم. قال محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في النصراني واليهودي والمجوسي يطلقون نساءهم، يعني واحد نصراني قال لزوجته أنت طالق، واحد يهودي قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ثم أسلم بعد ذلك، أسلم بعد ما طلقها 3 تطليقات، هل يملك أن يراجعها؟ قال لا، قال هم على طلاقهم لم يزدهم الإسلام إلا شدة. قال محمد يعني في بلاد الإسلام، الآن اليهودي متزوج امرأة يهودية في بلاد المسلمين طلقها 3، يفرق القاضي بينهما. قال محمد وبه نأخذ وهو قول سيد أبي حنيفة رضي الله عنه. باب عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها. قال محمد أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا حماد عن إبراهيم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نقل أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهي في العدة من وفاة زوجها عمر، لأنها كانت في دار الإمارة، عمر أمير المؤمنين متزوج أم كلثوم بنت سيدنا علي رضي الله عنه، لما استشهد سيدنا عمر قتل مات، أخرجها إلى بيتها. ليه؟ لأن تلك دار إمارة ليست دارها بعدما استشهد سيدنا عمر رضي الله عنه. قال محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال تعتد المتوفى عنها زوجها من يوم، يعني من لحظة مات عنها زوجها تبدأ العدة الآن، والمطلقة من يوم يعني من لحظة طلقها زوجها تبدأ العدة، فإن طلقها مثلا ولم تعلم وأخبرت بطلاقها بعد 4 شهور بعد 4 شهور 5 شهور بعد سنة مثلا، نقول لها عدتك انقضت. كذلك أخبرت بوفاة زوجها بعد سنة، نقول لها عدتك قد انقضت. قال محمد وبه نأخذ وهو قول سيد أبي حنيفة. قال محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن المتوفى عنها زوجها لا تخرج من منزلها إلا في حق لا بد منه، إلا في أمر ما تستطيع أن تستغني عنه أبدا، مثل السعي من أجل العمل من أجل القوت لها ذلك، ولكن لا تبيتن دون منزلها يعني خارج منزلها، فإن عبد الله بن مسعود رد المتوفى عنهن أزواجهن من النجف خرجن حجاجا في العدة، خرجت وهي حاجة توفي عنها زوجها أرجعها إلى بيتها. قال محمد وبه نأخذ وهو قول سيد أبي حنيفة. قال محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن المطلقة لا تخرج لا حيض، المطلقة عدتها أشد من عدة المتوفى عنها زوجها، أن المطلقة لا تخرج من بيتها في حق ولا باطل، هناك ماذا قال إلا في حق لا بد منه، هنا لا في حق ولا في باطل،
حتى تنقضي عدتها، وأن المتوفى عنها تخرج في الحق الذي لا بد منه، ولكن لا تبيتن دون منزلها. قال محمد: وبه نأخذ لأن المطلقة نفقتها واجبة على زوجها فليست تحتاج إلى الخروج، وأما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها فلا بد لها من الخروج تطلب من فضل الله، ولا تبيتن في غير بيتها، وهو قول سيد أبي حنيفة رضي الله عنه. باب الاستثناء في الطلاق. قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة رضي الله عنه عن حماد عن إبراهيم في رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن شاء الله. قال: ليس بشيء ولا يقع عليها الطلاق. قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول سيدي أبي حنيفة. باب الرجل يقول لامرأته: اعتدي. قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قال اعتدي فهي تطليقة يملك الرجعة إذا نوى طلاقا. قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم ابن أبي الهيثم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لسودة النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام: قال لأم المؤمنين سودة: اعتدي، فجعلها تطليقة، فجعلها تطليقة يملكها. إيش يعني يملكها؟ يعني يملك زوجته، يعني جعلها تطليقة رجعية. اعتدي، فجعلها تطليقة يملكها. فجلست على طريقه يوما فقالت: يا رسول الله راجعني، فوالله ما أقول هذا، لا أقول لك راجعني حرصا مني على الرجال، ولكني أريد أن أحشر يوم القيامة مع أزواجك، واجعل يومي منك لبعض أزواجك. قال: فراجعها. قال محمد: وبه نأخذ، إذا طابت نفس المرأة أن تقيم مع زوجها، إذا طابت نفس المرأة أن تقيم مع زوجها على ألا يقسم، أصلحوا أحبابنا، على ألا يقسم لها، فذلك جائز، ولها، لاحظ، ولها أن ترجع عن ذلك إذا بدا لها، وهو قول سيدي أبي حنيفة رضي الله عنه. باب عدة أم الولد. قال محمد: أخبرنا سيدي أبو حنيفة رضي الله عنه عن حماد عن إبراهيم في أم الولد يموت عنها سيدها قال: إن كانت تحيض فثلاث حيض، يعني عدتها ثلاث حيض، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر، فعدتها ثلاثة أشهر، وكذلك إذا أعتقها. قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول سيد أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة رضي الله عنه قال: حدثنا حماد عن إبراهيم في السقط. تعلمون أن السين هنا مثلثة، السقط والسقط والسقط، من الأمة للسيد، يعني امرأة وطئها زوجها فحملت فأسقطت، وكان السقط مستبينا، مستبينا. إيش يعني مستبين؟ يعني ظهر منه بعض خلقه، ظهرت له يد، ظهرت له رجلان، ظهر له رأس، أو صار شكله هكذا مستبينا. أنه قال: ما كان لا يستبين له إصبع أو عين أو فم أنها لا تعتق ولا تكون أم الولد. إذا شرط أن يكون السقط معتقا لها أو جاعلا لها أم ولد أن يكون السقط مستبينا. قال محمد: وبه نأخذ، إذا استبان شيء من خلقه كانت به أم ولد، وإذا لم يستبن شيء من خلقه لم تكن به أم ولد، وهو قول سيد أبي حنيفة. باب نفقة التي لم يدخل بها. قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة فلا يبني بها. قال: إن كان الحبس، يعني عدم البناء وعدم الوطء، الامتناع، سبب عدم الوطء، إن كان الحبس من قبل الرجل، الرجل هو الذي يعني لم يطلبها إلى بيته، أو طلبها ولكن لم يقربها، الامتناع كان من قبل الرجل،
قال فعليه النفقة. قال له أبو الزبير تعال يا فلان خذ زوجتك، قال له غدا بعد أسبوع بعد شهر، وجب عليه النفقة. وإن كان الحبس يعني من قبل المرأة قالت له أنا لن أذهب إليك يا امرأة تعالي إلى بيت الزوجية، لا 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 أريد الآن، بعد شهر بعد سنة بعد شهرين إلى آخره، لا نفقة لها. قال فلا نفقة لها. قال محمد وبه نأخذ إذا كان الصغيرة لا تجامع مثلها فلا نفقة لها، وإن أخذها إلى بيته، إلا إذا كانت صغيرة عبلة قبل البلوغ يعني عمرها 12 سنة ضخمة يجامع مثلها، أو كانت صغيرة يستأنس بها في البيت تخدم تنظف ترتب البيت، هذه تجب نفقتها. قال إن كانت كبيرة والزوج صغير لا يجامع مثله فلها النفقة عليه في ماله، لأنها هي قدمتنا بوسعها الحبس من قبله، وإن كان هو لا يستطيع هل علاقة لها بذلك، فعليه النفقة من ماله، وهو قول سيدي أبي حنيفة رضي الله عنه. باب المختلعة. قال محمد أخبرنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه عن الهيثم بن أبي الهيثم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو اختلعت المرأة يعني خالعت زوجها بعقاص على ضفيرة على جزء من ضفيرتها، يعني لو اختلعت المرأة على أي شيء سواء كان له قيمة أو ليس له قيمة، هذا القلم مهرها هي 10,000، خالعتها على هذا القلم الذي بيدها ثمنه درهم، صح خالعت قالت خالعني على هذا القلم، قال قبلت خالعتك، يقع الخلع، يقع الخلع ويصح. قال واختلعت بعقاص شعرها جاز ذلك، العقاص يعني الظفيرة جاز ذلك. قال محمد وبه نأخذ ما اختلعت به من شيء ولو اختلعت بمالها كله جاز ذلك في القضاء. لاحظ جاز ذلك قضاء يعني مهرها 100 فخالعته على 100,000 قضاء جاز، هل يطيب له الفضل؟ فيه خلاف مر معنا هذا سابقا. قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة. قال محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا كان الظلم من قبل المرأة فقد حلت له الفدية، يعني المرأة هي الناشز، هي الرافضة لزوجها، هي التي تريد الطلاق، والزوج مستقيم أخلاقه جيدة لا يسيء معاملتها لا يكرهها، وقالت له خالعني، جاز له أن يأخذ الفداء. وإن كان يجيء يعني الظلم من قبل الرجل فلا يحل له الفدية، لا يحل له أن يأخذ شيئا من مالها، يعني رجل يكاره زوجته يسيء معاملتها حتى تصل إلى مرحلة فتقول له أفتدي نفسي منك 100,000، لا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن يأخذ ولا ملي. قال محمد وبه نأخذ ولا نحب، هكذا هكذا ينبغي مكتوب عندي ولا يجب، الظاهر الصواب والله أعلم ولا نحب، هذا الصواب والله أعلم، ماذا مكتوب؟ يجب نحب ولا نحب له أن يزداد على ما أعطاها شيئا، وإن فعل فهو جائز في القضاء، لاحظ في القضاء. قال محمد أخبرنا أبو حنيفة عن عمارة أو عمار أو أبي عمار الشك من قبل الإمام محمد وليس من أبي حنيفة، عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لا تخلعها إلا بمال أعطيتها فإنه لا خير في الفضل فيما تأخذه زيادة على ما أعطيتها، لا خير فيه. باب من قال لامرأته أنت حرام علي. قال محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام، إن والطلاق فهي واحدة
وهو أملك برجعتها، يعني يملك، يعني يملك أن يراجعها، يملك أن يراجعها. قال محمد: وأما في قول أبي حنيفة فإنما الطلاق، يعني في قوله أنت علي حرام، فهو ما نوى، يعني تقع طلقة، وإن نوى واحدة، لاحظ، فهي واحدة بائنة، لأن هذا من طلاق الكناية. أنت علي حرام قال لزوجته، تقع إيش؟ طلقة. ونوى الطلاق تقع طلقة بائنة، تقع طلقة بائنة. وإن نوى طلاقا ولم ينوي عددا فهي واحدة بائن، وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائن، وإن نوى واحدة يملك الرجعة، يعني قال لها أنت علي حرام ونوى طلاقا رجعيا، قال لا يقع رجعيا، يقع بائنا، قال فهي واحدة بائن. وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن لم ينوي طلاقا فهي يمين، قال أنت علي حرام ولم ينوي الطلاق، قال فهي يمين، فإذا وطئها لزمه كفارة يمين. وهو مول، يمين إيلاء صار هذا. إن تركها 4 أشهر لا يقربها بانت بالإيلاء، بانت بالنون، بانت. فإن لم تكن له نية، قال لها أنت علي حرام ولم يكن له نية، قال فهو إيلاء أيضا. وإن نوى الكذب فليس بشيء، يعني قال أنا لما قلت لها أنت علي حرام نويت أني كذاب في ذلك، هي علي حلال، قال لا يقبل. إيلاء، وهو قول أبي حنيفة. باب اللعان. قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حمام عن إبراهيم قال: اللعان تطليقة بائنة. قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حمام عن إبراهيم في المتلاعنين يفرق بينهما. ليه؟ قال: لأنها تطليقة، لأن الملاعنة يعني تطليقة بائنة. قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حمام عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم لم يلاعنها قال كانا على نكاحهما، قال لها، قال لزوجته يا زانية قذفها، أو قال هذا الولد الذي في بطنك ليس مني، كانا على نكاحهما ما لم تجري الملاعنة بينهما. فإذا لاعنها بانت بتطليقة بائن، وليس له أن ينكحها أبدا إلا أن يكذب نفسه فيقول أنا كاذب فيما قذفتها فيه. فإن أكذب نفسه تزوجها، طبعا بعد أن يقام عليه حد القذف. قال محمد: به نأخذ، إذا كذب نفسه فضرب الحد وبطلت شهادته وبطل لعانه، كان له أن يتزوجها، وهو قول سيدي أبي حنيفة. الله. قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة رضي الله عنه عن حمام بن إبراهيم في رجل قذف امرأته ثم طلقها 3، قال لها يا كذا ثم طلقها 3، يعني طلقها 3 قبل وجود الملاعنة، قبل وجود الملاعنة، قال ليس بينهما لعان ولا حد عليه لأنه قذفها وهي تحته، فوقع اللعان فلم يلاعنها حتى طلقها، فبطل اللعان وليس عليه حد. قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد عن إبراهيم في رجل قذف امرأته فسكتت عنه ثم طلقها 3 ثم استعدت، رفعت الأمر إلى القاضي وقالت لقد قذفني، قال فليس بينهما لعان، يعني كذلك ولا حد عليه. قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم
قال إذا قذف الرجل امرأته فالتعن أحدهما، يعني أحدهما لاعن، وقبل أن يلاعن الثاني مات، مات أحدهما، قال ورثه الآخر، ورثه الآخر، فالتعن أحدهما توارث ما لم يلتعن الآخر. قال محمد به نأخذ يتوارثان ما لم يلتعنا جميعا، ويفرق القاضي بينهما، وهو قول أبي حنيفة. باب الخيار وأمرك بيدك. قال محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا قال الرجل لامرأته أمرك بيدك فليس لها أن تختار إلا واحدة، وإذا قال ما بيدي من طلاق فهو بيدك، فهو بيدها. لاحظ، فهو بيدها تحكم، يعني تختار في مجلسها، خيارها مقيد بالمجلس. فهو بيدها تحكم، إيش يعني تحكم؟ يعني تقرر تختار في مجلسها قبل أن يفترق. وإن قالت تطليقة، يعني اخترت تطليقة واحدة، فهي تطليقة. وإن كانت تطليقتان، قالت اخترت تطليقتين، قال فهي واحدة فقط. فهي ما قالت من شيء، ما قالت، يعني هي كأنها لم تقل شيئا. إذا قال اختاري فقد اخترت تطليقتين، قال لم يقع شيء، لم يقع شيء. أن لماذا هو خيرت به طلقة بطلاق؟ قال ماذا قال هو؟ أمرك بيدك، لها أن تختار واحدة فقط، لها أن تختار واحدة فقط لا أكثر من ذلك. قال محمد، سيفصل الإمام محمد، وهذا كلام إبراهيم النخعي. قال محمد أما في قولنا فإذا قال لها أمرك بيدك فإن اختارت نفسها فهو ما نوى الزوج، إن نوى واحدة أو نوى ثلاثا، فإن نوى واحدة فهي واحدة بائن، وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث. يعني قال لها اختاري نفسك فقالت اخترت، نقول له ماذا نويت باختار نفسك؟ قالت نويت ثلاث تطليقات. نقول بانت زوجتك بينونة كبرى. قال نويت واحدة، قال تقع واحدة. قال وإن نوى اثنتين فهي واحدة، تلقى واحدة بائن، لا يكون أبدا إلا واحدة بائنا أو ثلاثا إن نوى ذلك. وإن لم ينوي طلاقا بقوله أنت بائنة أو اختاري نفسك، لم ينوي طلاقا، وكان ذلك في، انتبه، قال لها اختاري نفسك ولم ينوي الطلاق، وكان في غضب، لا يصدق، لم يصدق في القضاء وصدق فيما بينه وبين الله. وإن كان في غير غضب، في حالة الرضا، يعني جالس هو وزوجته يتسامر، فقال لها اختاري نفسك يا أغلى الناس عندي، فقالت له اخترت نفسي، فقالت طلقت، يقول ما قصدت الطلاق، قصدت المداعبة، أنا أداعبك بكلام لطيف يصدق. قال فهو مصدق في ذلك كله مع يمينه، مع اليمين، وهذا كله قول سيد أبي حنيفة. قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول لامرأته اختاري أو أمرك بيدك، قال هما سواء. قال محمد ونحن نقول إن ذلك سواء، وإن ذلك لها أن تختار نفسها أو أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها، ما لم تأخذ في غير ذلك، يعني ما لم تنتقل عن المجلس إما ببدنها أو بأن تشتغل بأمر آخر، بفعل أو حديث، نقول لها انتهى الآن زمان الاختيار. فإن أخذت في عمل غير ذلك أو قامت من مجلسها بطل خيارها. فإن اختارت نفسها افترق القولان، يعني لا يقبل قول اختيارها. ليه؟ لأن قوله اختاري نفسك وقولها اخترت نفسي وقع بينهما إيش؟ افتراق، كأنهما كانا في مجلسين مختلفين فلا يقع. أما قوله اختاري إذا أراد طلاقا، قال اختاري نفسك وأراد طلاقا، قال فهي تطليقة بائن على كل حال إن أراد ثلاثا أو غيرها، وهذا كله قول
أبي حنيفة. قال محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا خير الرجل امرأته فقامت من مجلسها فلا خيار لها. قال محمد أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر قال إذا خير الرجل امرأته فقامت من مجلسها فلا خيار لها. قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة. قال محمد الذي روى عنه جابر بن زيد أبو الشعثاء. قال محمد أخبرنا أبو حنيفة رضي الله عنه عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما كانا يقولان في المرأة إذا خيرها زوجها فإن اختارته فهي امرأته. قالت لا قال اختاري نفسك فقالت اخترتك أنت فهي زوجته أي لم يقع طلاق، وإن اختارت نفسها فهي تطليقة وزوجها أملك بها، يعني تطليقة رجعية، هي تطليقة رجعية. قال محمد أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا حماد عن إبراهيم أن زيد بن ثابت كان يقول إذا اختارت زوجها فلا شيء وهي امرأته، وإذا اختارت نفسها فهي ثلاث تطليقات وهي عليه حرام حتى تنكح زوجا غيره. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إذا اختارت زوجها فهي واحدة والزوج أملك بها، يعني طلقة رجعية، وإذا اختارت نفسها فهي واحدة وهي أملك بنفسها وهي أملك بنفسها. يعني قال لها اختاري فقد اخترتك، تقع طلقة رجعية عند سيدنا علي، قد اخترت نفسي تقع طلقة بائنة. قال محمد أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا حماد عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فاخترناه فلم يعد ذلك علينا طلاقا، وهذا مذهبنا. قال محمد فأخذنا بقول عائشة رضي الله عنها التي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبقول عمر وابن مسعود إذ إنها إذا اختارت زوجها فلا شيء، وأخذنا بقول علي رضي الله تعالى عنه إذا اختارت نفسها فهي واحدة وهي أملك بنفسها، وهو قول سيدي أبي حنيفة. ثم قال باب الإيلاء. نقف عند باب الإيلاء. والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.